في عالم تحكمه العولمة وتتشابك مصالحه أكثر من أي وقت مضى، اتسمت العلاقة بين الدول الغربية على ضفتي الأطلسي بالشراكة القوية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. بيد أن الدول الأوروبية تتخوف من مصير تلك الشراكة القائمة منذ أكثر من نصف قرن في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بالتقارب مع روسيا وألمح إلى أن بلاده قد لا تهب للدفاع عن دولة عضو في الأطلسي إذا تعرضت لهجوم روسي دون مراجعة الالتزامات المالية الدفاعية لتلك الدولة. وأعرب الأمين العام للحلف عن ثقته التامة في لعب دونالد ترامب دورا محوريا في قيادة الحلف عقب توليه منصبه في يناير كانون الثاني المقبل. أنا واثق تماما أن رئيس ترامب سيحافظ على قيادة الولايات المتحدة في الحلف وعلى التزام الولايات المتحدة القوي بأمن أوروبا، وهذا أمر مهم لأوروبا والولايات المتحدة معا. وفي اجتماع عقد في العاصمة الألمانية برلين، سعى زعماء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى الحصول على ضمانات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أبلغ نظرائه بأن خليفته أكد له خلال لقائهما في البيت الأبيض بالتزامه بحلف شمال الأطلسي. وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه إن أوباما والقادة الأوروبيين اتفقوا على أهمية التعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف بما فيها الحلف الأطلسي. وفي آخر جولة له إلى أوروبا كرئيس للولايات المتحدة، دعا أوباما ونظرائه الأوروبيون إلى إبقاء عقوبات فرضتها واشنطن وبروكسل على موسكو قبل عامين عقب تدخل روسيا في شرق أوكرانيا. وتسعى الدول الأوروبية إلى تجديد تلك العقوبات قبل انتهائها في نهاية يناير المقبل، لكن القلق ينتاب تلك الدول من احتمال أن يسير ترامب في الاتجاه المعاكس بعد توليه السلطة في 20 من يناير كانون الثاني.